مش اول مباراه تقام في الامارات، وقيمه كذا مباراه قبل كده، وبصراحه اتعملت يعني اتعملت بشكل كويس جدا، وكانت مباراه يعني اخرجت كويس، واللعيبه ادت فيها بشكل كويس. النادي الاهلي اخذ بطوله، الزمالك اخذ بطوله، ان شاء الله النادي الاهلي يبقى عنده البطوله الثانيه. اجواء كويسه، في مصريين كتير جدا عايشين في الامارات، هتدينا فرصه ان احنا الوقت الماتشات اللي احنا مش عارفين نلعبها بجمهور في القاهره وفي مصر هنلعبها في الامارات بجمهور، بجمهور مصري، ودي حاجه يعني ان شاء الله اتمنى الفتره الجايه يبقى الجمهور يبقى ليه دور كويس. اعتقد المباراه هيبقى ليها اجواء مختلفه لوجود الجمهور. الجيل الموجود اتظلم كتير جدا في عدم وجود الجماهير. لو جيت بصيت لكل فرقه هتلاقي اللعيبه اللي موجوده فيها، لو اتكلمنا عن النادي الاهلي لقيت ان احمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وشريف اكرامي، الناس اللي لحقت الجيل القديم بيبقى اداها مختلف وقت مع الجمهور اذا كان في النادي او في المنتخبات، وده اللي مديهم افضليه على لعيبه اللعيبه اللي موجودين. اتمنى يكون وجود الجمهور، يعني الجمهور بيعلي من 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 قدرات اللعيب البدنيه والذهنيه، واحيانا بتبقى انت بدنيا مش قادر جوه الملعب، الجمهور بيديك حافز انك تبقى موجود تاني، فنيا نفس الشيء. فالمباراه دي اعتقد هيبقى ليها شكل مختلف بوجود الجمهور. يعني انت عارف وكل الناس عارفه ان ماتش الاهلي والزمالك ده مش مقاييس، ما بيبقاش يعني ما تقدرش تقولي الاهلي هيكسب او الزمالك هيكسب، لا بتبقى في فترات كتير الاهلي بيبقى وحش بيجي يكسب الزمالك، في فترات كتير الاهلي بيبقى كويس برضو يعني الحمد لله رب العالمين الزمالك من الصعب ان هو يكسبنا بتقدر تتعادل معاه، لكن الماتشات دي بتبقى ملهاش مقاييس. بالنسبه لماتشات الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس خالص، الاحسن والاهدى في الملعب هو اللي ربنا يكرمه ويكسب ان شاء الله، واتمنى ان النادي الاهلي يبقى احسن واهدى في الملعب وربنا يكرمنا ونكسب ان شاء الله. المباراه دي خاصه جدا جدا جدا، وانا باكد عليها جدا، لان الشحن اللي موجود دلوقتي في الاجواء الرياضيه بعد ما الزمالك خد بطوله السوبر، لازم 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 نرجع بالكاس دي. انا ارجوكم بقى منها كاحد ابناء النادي الاهلي، كنت كابتن النادي الاهلي، المباراه دي بالذات عشان الضجه اللي معموله كبيره قوي ديا، الرجاء منكم بصوا للجمهور، الجمهور بتاع النادي الاهلي مش هيقبل غير الكاس. يا رب يا رب الاهلي الاهلي يرجع بالكاس.